بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. من بين المشاكل اللي كانت يعاني منها الجمعيات العاملة في المجال ديال إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة هو غياب التواصل بسبب انهيار الطرق وانهيار مجموعة من المسالك، وبالتالي بقات الدواوير في عزلة تامة. والحمد لله مجموعة من المحسنين جادوا على الجمعية بواحد المجموعة من البغال لتكون أداة لإيصال هذه المساعدات. فكرة جد متميزة، فكرة يعني فيها من الذكاء وفيها من مما يمكن أن ييسر هذا العمل. جزاهم الله خير. إحنا اليوم تقريبا توصلنا بواحد المجموعة ديال البغال ستكون إن شاء الله وسيلة نقل لإيصال المساعدات للدواوير التي يعني مازال فيها الطريق مقطوعة. هنا تعرفوا صعوبة إيصال المساعدات كانت من بين المشاكل التي تؤرق العاملين في هذا المجال. الحمد لله هذه البغال سيتم يعني إيواؤها هنا في واحد المكان بمنطقة بقليم تيرودانت، في انتظار أن يتم توزيعها على المناطق المستهدفة. الله يغفر فيه الذنوب، الله يجازيكم بخير، الله يتقبل المجهود. لا تقبل مجهود السي عبد الكبير. غير بسم الله. الى حيت كيبيع 4 ديدار. استعمل احسنت 4 ديدار. 4 ديدار باش تستعمل 4. الله يتقبل، الله يتقبل. عندكم ذاك العود راه كيضرب. عندك العود. يلاه وصل لقيتو ان شاء الله فاش ينعسوا فيها الناس هذه العشيه، باقي ان شاء الله هذه الليله ان شاء الله. يلاه الفراش ان شاء الله ينعس.